طبعا أنا من أول كنت أبغى أسوي لكم شخصية أم آنية، فاليوم جاني أحد من المتابعين كتب لي ليش ما تسوي شخصية أم آنية بليز وزي كذا. فأنا من أول مجهز الأكواد، نفس الوقت اللي صورت شو اسمه آنية جهزت الكود حق الأم، لأنه كود الأم طلع لي على طول، يعني كل الأكواد طلعت لي مع بعض. فقلت خلينا أسوي ولا آنية الحالة بعدين أسوي الأم، ما اجمعهم في مقطع واحد يمكن انتم ما تبوهم. فمن يوم ما قالت لي وهي الاكواد عندي جاهزة قررت قلت يلا هذا وقته خليني اعمل الشخصية هذه على طول هنا في مابل بيوت بروك هيفن، اللي هي ايش اسمها سايكو ما ادري، انتوا قولوا لي ايش اسمها، انا ما اعرف اسمها الصراحة. سألت اختي تقول لا ما تابعت الانمي هذا وما تعرف ايش اسمه اسمها. فقلت دخلت كده بحثت في جوجل وزي كذا ما لقيت الاسم اللي ايش اسمه اسم هذه البنت نفسها، اسم الام ما لقيت الاسم الاكيد سايكو، ما ادري هي ام انيا بس ايش اسمه. فقبل ان نبدا المقطع ايش اسمه لكم اشتركوا في القناه وفعلوا جرس الجرس ترجعوا المقطع وكتبوا تعليقات ونشوفوا في كل مكان. طبعا قبل شوي لما دخلت لقيت هنا متابعين ما شاء الله متابعين موجودين، بس طلعت اكوادي ناقصه. اتاكد دحين من الاكواد وان شاء الله تكون كامله، فماني عارفه اذا كانت كامله ولا لا، بس اني سويت انا اللي انا اعرفه. فدحين اقوم فعلا ركبت سياره الناس، فدحين ببدا واسوي لكم الاكواد هذه. اول كود معانا ابدا من تحت، طبعا اول شي خليني اشيل الاشياء هذه اللي عليها حقت البنت هذه. دخلت MM2 اليوم قررت قلت بلعب MM2 دخلت والله فشلة ما اعرف العبها، خرجت فحمسوني ادخل MM2 العبها اجيب مابات يعني جديدة كذا نلعبها سوا. اقولوا ليش المابات اللي اكتر شيء انتو تلعبوها، فاول شيء هذه معانا البلوزة حقتها ما شاء الله الام مرة خطيرة، شوف كيف بلوزتها. دحين هحطلكم الكود اللي بعده اللي هو كود البنطلون. اوكي هذا كود البنطلون. اوكي واو والله من جد امها مره خطيره، ليه بنتها مو زيها؟ لا والله حتى بنتها مو زيها، قلت انها ما هي بنتها صح، اتوقع كده كانوا يقولوا لي ان هي ما هي بنتها بس هي ربتها ما ادري شيء زي كده، كانوا في واحده من المتابعين كده كتبت يوم ما نزلت المقطع حق انيا. فهذه انا ما اعرفها، شوف الشعر واو واو واو. فاذا كان في شيء غلط كمان برضو اكتبوا لي في التعليقات انه هذا غلط عشان انا اعرف الشيء الصح من الغلط. فيلا نكمل ايش باقي، انا حطيت اول شيء وثاني شيء وثالث شيء، الحين باقي الفيس. هذا وجهها نشوف الوجه شوف الخدود كيف محمرة بس كأنها شريرة طالع كيف وجهها كيف وجهها مدور ما شاء الله تبارك الله ودعيت لشو واحد اثنين ثلاثة أربعة. وهذا ايش نشوف ايش اللي بعده ايش اللي بعده. خلاص كده هذه هي شخصية كاملة، فاللي ما يعرفها انا هحط صورتها هنا وتشوفوا شو اسمه شخصية الام. باقي فيه كمان كود جسمها كذا ما ادري كيف شكله، ما ادري كذا عليه خطوط سوداء او شيء زي كذا مو صح. فانا اليوم كمان برضو حتى هذا الكود جبته معايا طلع طلع كده. فدحين نروح نسأل المتابعين نشوف اذا كانوا يعرفوا الشخصية هذه او لا. وش نروح نشوف في البيوت مين فيه، في كانت ماريا كانت قاعدة تتكلم معايا قلت لها انا رايحة اجيب الكود الثاني، هذول يبدو انهم عرب وما ادري اشوف هذا البطيخ، خلاص البطيخ ما يعطوني وجه بس خليني اجرب اشوف كذا اشوف يعرفوني ولا لا. هاي تعرفوا مين انا؟ تعرفوا مين انا؟ عشان الفت انتباههم بسرعة هذي بيطخني على طول. لا جانب اتوقع ما هم عرب. هلا هاي مين دو عربي؟ ايه انا عربية. هايات ايش بهم الناس
تكون أبو هذول مو من هنا، من بيوت ثانية، قاعدين يكلموني شكلهم. خليني أروح أشوف، خليني أروح أشوف هذول. هذه شكلها تكون أبي، أنا أكون أمك. الحين أقول أنا أكون أمك. أنا أصير، استني، أنا أصير أمك. وجدان. خلينا نستهبل عليها، تكونوا بنات وأشوفوا عندهم عجوزة. هذه شكلها ماريا. تعرفي مين أنا؟ خلاص بقفل، خلاص بقى ما بقى اطول المقطع اكتر من كذا، لانه باقي لي بس كود واحد احط لكم، هو احط لكم اكواد نهاية المقطع. نشوف يعرفوني ولا لا. رقية، شوفي جد رقية ايش قاعدة تسوي. شايفين الجد رقية ماذا تفعل؟ شوفوا الجد رقية ايش قاعدة تسوي. واو. جدة فلة هذه، ما شاء الله عليها. طيب خلاص بقول لكم، احط لكم اخر كود عشان خلاص اختم المقطع، اللي هو هذا هو اخر كود معانا. شوفوا اللي في جسمها، اللي بقول لكم شوف جسمها هنا كيف سادة، شوفوا الحين صار كيف. اوكي شوفوا ماريا ورا، شايفين كيف؟ خلاص خلصنا. هاي ماريا، هاي، خلصت تصوير. ماريا هذه من المتابعين ما شاء الله عليها، شوفوا كيف لوكها، حتى لوكها مرة حلو. تعجبني هذه البنت مرة ما شاء الله، كل ما أدخل ما شاء الله تيجي عندي وتتكلم معايا وكذا، ما شاء الله متفاعلة عندي، من أحسن الناس عندي بالنسبة لي، مرة تعجبني، مرة أحبها. وبس والله هذا مقطع إلى اليوم. في نهاية المقطع لا تنسوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، فجروا المقطع لايكات وتعليقات وانشروا المقطع في كل مكان. إيه وتقولي واو خلصت بسرعة. إيه بسرعة لأن الأكواد قليلة. أقول لك هلا، خلي ماريا على التلفزيون. ما تدري إني أصلا، إيش رأيك نقول لهم تصيروا أمي وأبوي؟ بتعطيني فكرة، لا تطالع بالفكرة. خلاص يلا مع السلامة، أشوفكم في مقطع تاني. أوكي يلا مع السلامة، أشوفكم مقطع ثاني.